البطوله هذه ايضا تشبك عن اسماء ومواهب جديده قادمه بقوه في فريق الاهلي. اليوم نتكلم عن احمد عبد القادر، موهبه كبيره، اتصور السنوات الجايه احمد عبد القادر راح تكون له كلمه وكلمه مؤثره في الكره المصريه، سواء على مستوى البطولات المحليه مع النادي الاهلي او مع المنتخب، اتصور راح يكون متواجد بقوه. نتكلم عن محمد عبد المنعم، موهبه جديده، لاعب مميز في راح يكون له دور في المراحل المقبله. البطوله كشفت عن اسماء جديده في ان الاهلي يزخر باسماء مميزه. حقيقة.